صعب تماما، لكن ما احناش هنحتفظ بالنتيجه بالتحديد. طبعا الفورمز بتاعتها الاخرى ممكن لو نكتب كومبير وبين قوسين اتش ال، يبقى ايه؟ معناها خد لي محتوى الاي ريجستر، اطرح لي منه محتوى مكان الذاكره العنوان في الاتش ال، يبقى معناها انا هقارن قيمه دلوقتي موجوده في الاكيوليتور بقيمه موجوده في مكان ما في الموقع. خلاص؟ وعايز اقارن الحاجتين دول ببعض، فانا انا ايه هيطرح منه المحتوى مكان الذاكره العنوان في الاتش ال، مش هنحتفظ بالنتيجه والفلابس هتبقى افكتد بالنتيجه اللي اخدته من طرح القيمة اللي موجودة في مكان ما في المهر اللي عنوانه في الاتش ال بير من القيمة اللي في الايه؟ والناتج مش هنحتفظ بيه لكن في الاحساس هيطلع. ممكن برضه نكتب كوبير ديتا ايه؟ يعني ممكن تبقى عندي قيمة في ايدي، ها؟ عندي قدرة البرنامج وعايز اقارن القيمة دي بما في بما هو في الاكيوميليتور، فمعناه برضه هيتم طرح القيمة اللي هي ديتا ايه؟ هيتم طرحها من اللي في الاكيوليتور، ولم نحتفظ بالنتيجه ولكن الفلابس هتتغير. هيتغير محتوى الفلابس هتكون في النتيجه هذه. وطبعا نفس الكلام ممكن بدل ما نرجع للمومري باستخدام الاندايركت ادريسنج ممكن نرجع اليها باستخدام الاندكس ادريسنج. ديت معناها ها خد لي محتوى ايه وطرح لي منه محتوى مكان الذاكره العنوان هو اي اكس بلس الديسبليسمنت المعطى للاستراكشر، ما تحتفظش بالنتيجه واثر لي على الفلابس تقدر للنتيجه. والفورم الرابع اكيد او الخامس هيبقى اي بار بدل من اي اكس، نفس الكلام اللي بيتطرق على اي اكس بيتطرق على اي بار. خد لي ايه اطرح لي منه. وأثر على الفلابس والنتيجة. خلاص؟ يبقى هي وفيت وسيلة زي ما بقول لكم لإعراب لمعرفة علاقة الرقمين ببعض. مين أكبر من مين؟ خلاص؟ ها؟ الديكريمنت والإنكريمنت بتأثر على الفلابس، نعم. إيه بنت الاستراكشرز بالتحديد؟ إيه بنت إنكريمنت والديكريمنت؟ بتأثر على الفلابس. خلاص؟ ربما ما بتأثرش عليهم كلهم، لكن بتأثر على مجموعة منهم. اتليست الكاليلاب والستيرو فلاب. خلاص؟ لكن في الاصل نعم بتاثر على الكاليلاب والستيرو فلاب والصيف فلاب، بس ربما ما بتكونش بتاثر على الفلك، ربما ما بتاثرش على الافكار فلاب. خلاص؟ لكن بتاثر اتليست على الصيف والزيرو والكاري فلاب. خلاص؟ ومعاكم معاكم كراسه المعمل ولا لا؟ بص عليها كده تروح ترجع ورا طبعا ثلاث اربع صفحات حد بص فيهم ابدا؟ بصيتهم يا شيخ؟ هتلاقي فيهم صفحه بتقول ده او على الاقل كل الاستراكشر دول هيبقوا اكتبوا بالها هي بتاثر على ويتش فلاب وويتش فلاب ما بتاثرش فيه. ها؟ فهتلاقي ده في الاخر كده بص قول لي لو ما لقيتهمش تعالى هتشوفهم في مكان تاني. ها؟ كويس. يبقى دي كده الاستراكشر وادي وظيفتها. يمكن هعمل عليها اكزامبل بعد شويه بس هنعمل حاجه لان احنا هناخد الكورتال استراكشر تاني قبل ما نعمل الاكزامبل هذا. هنشوف مجموعه الاستراكشرز اخرى دلوقتي. يمكن تقريبا اتعلمنا كده الديتا ترانسفير الاستراكشرز والاريثمتيك الاستراكشرز، كل اللي احنا قلناه لغايه دلوقتي ديتا ترانسفير الاستراكشرز والاريثمتيك الاستراكشرز. فيمكن قلت لكم ان في ثلاث اربع روبس من الانستراكشنز لاي مايكرو بروسيسور، كان منها الكنترول انستراكشنز، ها؟ او الترانزيت انستراكشنز او الجامبنج انستراكشنز برضه بتسميهم في بعض الاحيان. فدول اللي احنا هنشوفهم دلوقتي. خلاص؟ نسبتهم بقى الكنترول دول ايه؟ ان لو انا عندي برنامج كاتبه هو في الميموري والبرنامج طويل عليه، فانا عايز في بعض الاحيان ابقى نفذت جزء منه، وبعد ما انفذ الجزء ده اسيب جزء اخر في النص واقول لجزء اخر عايز انفذه، يعني اهو انا هنفذ سي دول الاول وبعدين عايز اسيب دول ما انفذهمش واروح من هنا ابدا انفذ تاني. ازاي اوجه المايكروسوفت يعمل كده؟ احنا عارفين ان المايكروسوفت لما بنقول له نفذ ما
صح ولا لا؟ ده اللي كنا بنعمله، اللي احنا قعدنا نقول فيه محطتين ان كل اللي هنعمله يكون راكب كمان هيطلع على الادرس باص ويقول هم الريكوست فيه، والتاني ياخد الانستراكشن اللي موجوده في المكان اللي البروجرام كاونتر بيشير اليه ويروح ينفذها ويرجع تاني ياخد المكان اللي قال يليه ويرجع وماشي في الترتيب. صح ولا لا؟ عمره ما بيسيب بايت ابدا الا اللي وراه وهكذا. طب افرض بقى ان احنا عايزين نيجي في لحظه يسيب كورس، يبقى نعمل ايه؟ لازم اغير محتوى البروجرام كاونتر لانه ماشي بالترتيب، لو سبته ما هيفضلناش واحده تبقى بوخ. لا انا عايز بقى دلوقتي اخليه لما ينتهي لما يوصل لهنا هو يروح هنا. فبعدين نعمل ايه؟ يبقى لازم اغير محتوى البروجرام كاونتر. ها؟ اغير محتوى البروجرام كاونتر هي دي اللي بنسميها الجامب انستراكشن. يبقى الجامب انستراكشنز دي حقيقه وظائفهم هو تغيير محتوى البروجرام كاونتر حتى نقدر نسيب اجزاء من البرنامج بتاعنا ونروح لجزء اخر او حتى نختار غلط كده. يعني نفترض ان هو خلاص غير كده وعايز يعيد من جديد تاني. عندي جزء في البرنامج بتاعي انتوا خدتوا سي مش عندك فورم لما بتقول له فورم اي مش عارف كام لتويت بقى هيقول له يعمل دول تويت تايمز. صح ولا غلط؟ ها؟ وعندك اف ستيتمنت، الاف ستيتمنت كتبته ايه؟ لو الكونديشن دي تحقق نفذ ما بعد اف واذا لم يتحقق سيب ما بعد جامب، سيب كل اللي بعد اف ده اللي بعد الامس. صح ولا غلط؟ فانت كان البرنامج طويل عليك اول وعندك جزئيه عايز تنفذها لو شرط ما تحقق ولو ما تحققش عايز تنفذ جزئيه اخرى. فبتكتب الاف ستيتمنت بتقول له اف الكونديشن ده تحقق يلا نفذ ما بعد اف. ما تحققش يبقى نفذ ما بعد الامس، يعني سيب الحبه اللي في النص دول. فهي دي الجامب او دي الكنترول انستراكشن، يعني الاف ستيتمنتس دي الكنترول انستراكشن. ها؟ ايه تاني؟ فور لوب ده برضه كنترول انستراكشن، يعني اعمل دول 20 مره وبعدهم اخرج. ها؟ فازاي نعمل الحاجات دي؟ فهي دي البرانشنج انستراكشنز بتاعتنا او الكنترول انستراكشنز بتاعتنا او الجامب انستراكشنز هي وظائفهم ازاي نتحكم في سير تنفيذ البرنامج. عايز انفذ برنامج بطريقه معينه، عايز الخمس خطوات دول اعملهم 20 مره، يبقى قادر اعملهم 20 مره. اسيب الخطوات دول اكوردنج لكونديشن معينه واروح لمجموعه اخرى، يبقى لازم اكون قادر على هذا ودي وظيفه البرانشنج انستراكشنز او الجامبنج انستراكشنز. وهتبقى كل وظائف هذا الجامبنج انستراكشنز هو حقيقه تغيير محتوى البروجرام كاونتر لانه هو اللي دايما بيشير الى فين هتجيب الانستراكشن هننفذها. ها؟ يعني لما اقول لك بروجرام كاونتر بيحتوي مش عارف 3758 دلوقتي يبقى ان شاء الله الانستراكشن اللي هنجيبها هي اللي في المكان هذا، دور على المكان ده فين في نوري بقى اللي موجود هناك هو اللي هروح نجيبه از الانستراكشن المنفذ. يبقى دايما وابدا محتوى البروجرام كاونتر بيقول لنا احنا رايحين فين في نوري ونجيب الانستراكشن اللي فين عشان ننفذها. فبالتالي خلاص انا عايزه لما يخلص لغايه هنا عايز يبدا من هنا يبقى انا لازم اجي هنا في عند دي بالضبط واغير محتوى البروجرام كاونتر الى عنوان هذه. فلما اشيل طبعا هو كان يبقى فيه ايه بعد ما نفذ يبقى فيه ايه؟ في عنوان الذي تليه هيجي في الكريمنت يبقى في عنوان هذا. لا انا عايز بقى اشيل اغير القيمه دي الى القيمه دي خلاص الى عنوان هذا. فبالتالي نعم هيبدا بقى يجيب لي الانستراكشن التاليه من هنا راضى هنا. فتعالوا نشوف الجامب انستراكشنز. انستراكشنز لانه منها نوعين زي برضه ما خدت في السي، كان في السي ما يسمى جو تو ستيتمنت، صح ولا لا؟ جو تو ها؟ جو تو ستيتمنت ديت خلاص ده مجرد ما يوصلها ان شاء الله البرنامج بتاعك تكتب له جو تو وكتبت جنبها ليه؟ روح لاحمد، فاحمد بيدور على احمد دي فين؟ وروح عندها، صح ولا لا؟ فالجو تو ستيتمنت دي بنسميها انكونديشنال جو، يعني معناها لما يوصلها ان شاء الله بنكتبها بالشكل هذا جي بي. طبعا هو يبقى
لما تكون الجامب انستراكشن وظيفتها تغيير محتوى البروجرام كاونتر، يبقى معناها هنرفض معاها العنوان بتاع المكان اللي احنا عايزين ننتقل اليه. يبقى هنديها 16 بيت فاليو اللي بتمثل عنوان، يعني انا عايز انتقل لهذا المكان، المكان ده مش عارف عنوان 8 بي سي 5 وهو كان مش عارف ايه القيمه اللي كانت هنا، ولما نفذ دي بقى فين العنوان الذي يليه، فانا عايز اشيل دي اللي هي 3786 اللي في البروجرام كم، عايز اشيل دي لان لو سبته يبقى يروح يبقى لا انا عايز اشيل دي بقى منه واحط دي خلاص. فبالتالي انا هاجي بقى شايفين هاجي بعد هذه واكتب هنا الانستراكشن اللي هي هتبقى الجامب وهديله مع هرفض معاها العنوان اللي عايز ينتقل فيه، هرفض مثلا هكتب جامب وهكتب هنا ادرس 16 يعني دي 16 نمبر هنا، فانا هنفرقه مع هذا الانستراكشن وهو عنوان المكان اللي عايز ينتقل اليه وليكن هو هذا ها. فبالتالي هتبقى وظيفتها دي ايه؟ كل وظيفه هذه الانستراكشن اللي بتقول لها خدي محتوى البروجرام كاونتر او خدي القيمه ادرس 16 هذه وديها اعملها لي محتوى للبروجرام كاونتر ها؟ ده بالضبط وظيفه هذا الجامب، خد الرقم هذا وحطه لنا في البروجرام كاونتر وما لكش دعوه بقى البروجرام كاونتر. ان شاء الله لما نيجي نروح نجيب الانستراكشن اللي انا جبتها من العنوان اللي موجود في البروجرام كاونتر فهو هي تقريبا العنوان خلاص، يبقى نروح اهو ده العنوان ده، يبقى نروح نجيب الانستراكشن من هنا بدل ما كان هيك خلاص. الانستراكشن دي هتاخد كم بايت في العمر لما تترجم بقى للماشين لانجوج، هتاخد 3 بايتس الاوبريشن كود هياخد بايت والعنوان ده 16 بت نمبر هياخد 2 بايت، يبقى دي 3 بايت انستراكشن هتاخد 3 بايت في العمر لما تترجم للماشين لانجوج ها. كويس ديت الانكونديشنال جامب، لا احنا بنروح بقى للكونديشنال جامبز، يعني عندنا هنا نوعين، النوع الاول الكونديشنال جامب ولها فورم واحد هو مفيش بديل ليه، الفورم الثاني او النوع الثاني اللي هي بنسميها كونديشنال جامب، وديت بقى هيبقى لها سيفرال فورمز. هو هنا لما هنعمل كونديشنال جامب، الكونديشن هيبقى على ايه؟ الكونديشن هيبقى على الفلاكس، بمعنى هنقول له جامب لو زيرو لا افرض احنا عملنا عمليه حسابيه وعايزين لو النتيجه بتاعتها بصفر عايزين نروح لمكان تاني، فبالتالي هنقول له جامب لو لقيت الزيرو لا فور، او لو كانت النتيجه طالع عنها كاري عايزين نسيب جزء من البرنامج ونروح لجزء اخر يبقى ممكن نقول له جامب لو كاري لا فور. اذا الكونديشن بتاعنا هنا هيبقى على الفلاكس بالتحديد، فهيبقى عندنا طالما اعتبر عندنا سيفرال فلاكس هيبقى عندنا سيفرال فورمز لهذه الكونديشنال جامبس بتاعتنا. فاول واحد هو لو هنستخدم الزيرو فلاج فشوف معانا اخر جامب زيرو وادرس هكتبها كام؟ 16 دي هكتبها معناها ايه؟ معناها بقول له اف ذا زيرو فلاج از 1 نفذ عمليه الجامب، يعني معناها خد الرقم ده وديه للبروجرام كامل. شايف فبقى في بقى في جامب مش معناها هنا كنت بقول له على طول خد الرقم ده وديه للبروجرام كامل، لكن هنا لا ترى ده انا بقول له اف ده معناها كده بالضبط اف ذا زيرو فلاج يعني روح تست الزيرو فلاج لو لقيت فيه 1 ذن ها نفذ عمليه الجامب. ومعنى نفذ عمليه الجامب يعني خد ادرس 16 اللي انا مديهولك ده وديهولنا للبروجرام كامل، هذا معنى نفذ عمليه الجامب، خد القيمه اللي حطها في البروجرام كامل، لكن لو ما لقيتش الزيرو فلاج 1 اوعى تحطها وكمل عادي معناها هيكمل مش هينفذ عمليه الجامب، يبقى هيكمل البرنامج بتاعي. يبقى انا شايف انا قلت له ايه؟ بقول له لو لقيت الزيرو فلاج 1 وانت واقف هنا خلاص جامب الى 1، اما لو لقيته بصفر لا خليك عادي خلاص كمل ها؟ كويس. طبعا ممكن يبقى العكس يقول له جامب لا، فممكن اكتب جامب بكاري وادرس 16 يبقى معناها اف ذا زيرو اف ذا كاري فلاج از 1 عشان كده اف ذا كاري فلاج ايكوال 1 ذن هكتب ذن جامب، ومعنى جامب يعني معناها خد الادرس 16 المرفق للاستراكشر وحطه لنا في البي سي اهو. من الممكن طبعا هنا نكتب نو كاري يعني جامب لو الكاري فلاج
صفر يبقى معناها f كاري فلاج equal zero then jump. وبرضه معناها يعني خد الادرس المطلق للانستراكشن وتعرضنا في البروجرام كده. من الممكن يبقى على السايد فلاج الكونديشن بتاعنا متعلق بالسايد فلاج فهنكتب جامب. شوف معايا جامب ايفن جامب بوزيتيف وادرس 16 جامب بوزيتيف يبقى بي بي ستاند فور بوزيتيف يعني بقيه السايد فلاج صفر ده معناها كده بالضبط يعني. فبقول له هو اف السايد فلاج ايكوال زيرو ذن جامب ده بالضبط هذا معناه. لو لقيت لنا السايد فلاج بصفر نفذ عمليه الجامب. كمل انت بقى. لو كنا عايزين نجامب لو نتيجه سالبه فهنكتب جامب ام. ام ستاند فور ماينس هنا فبنقول له جامب لو نتيجه بالماينس. يعني معناها لو السايد فلاج 1 ما هي لو النتيجه تبقى بالماينس هيبقى السايد فلاج 1. اند ويستيد وان ويستيد وان مور فلاج برضه بنعمل عليه كونديشن الفلاج الاخير
ها؟ فبالتالي يبقى هرجع ليها ثم
هبدا بكده لود اتش ال والقيمه الاولى 8851 ها ثم لود دي اي و 8871 ها ثم هبدا اقول له بقى لود شوف معايا كده لود اي وبين قوسين اتش اف يبقى ايه؟ هيعمل ايه؟ هيروح بقى لما كان ده كلام الوان ده يجيب القيمه اللي معاها هيجيب اكس 1 صح ولا لا؟ ويجيب لك الاي 1 تحت نقول له لود اي وبين قوسين دي اي يبقى معناها هيروح يوديها للمكان ده ها؟ بس انا كل اللي انا هعمله اقوله هيبقى لو هكتب انكريمنت اتش ال بعد ما نفذ العمليه الاولى دي ثم انكريمنت دي اي يبقى اصلا اتش ال في ايه والدي اي في ايه؟ الدي اتش ال بدل ما كانت الكلمه دي هتزيد 1 هتزيد 1 يعني هيبقى فين؟ القيمه هذه والدي اي بير هتزيد 1 يبقى هيصبح فيهم القيمه دي. وعايز ارجع تاني لو ارجع هنا اكرر ديت تاني ها؟ هرجع هنا اكرر ديت اتش ال بير هتقوم عنواني تاني صح ولا لا؟ يبقى هجيب اكس 2 من ايه؟ وهاخد هنا اكس 2 اوديها للمكان التاني يبقى انا زودت الدي اي بير ها؟ يبقى انا محتاج انفذ الاربع انستراكشنز دول تقريبا 15 مره. صح ولا غلط؟ ها؟ لو نفذت الاربع انستراكشنز دول 15 مره هبقى فعلا نقلت ال 15 تاني. خلاص؟ بس انا عايز اعرف بعد ما نفذ دول 15 مره عايز اعرف ان انا نفذتهم 15 مره. صح ولا غلط؟ يبقى انا لازم كل ما نفذ مره اكاونت هل يا ترى نفذوا كم مره؟ فانا هستخدم ريجستر هنا از كاونتر يكاونت زي ما كنت بتكتب فور اي ايكوال 1 تو 20 فالاي دي الكاونتر دلوقتي صح ولا غلط؟ كل ما الفور لوب ده هينفذ مره الاي دي هتديك انكريمنت كانت اول مره ب 0 هتديك انكريمنت تبقى ب 1 ب 2 لغايه ما تبقى ب 20 ويبقى الفور لوب انتهى صح ولا غلط؟ نفس الكلام انا هستخدم هنا بقى ريجستر يهب الاي اللي انت كنت بتشوفه ها؟ اضع فيه الاي هذه فده هسميه كاونتر خلاص؟ فهبدا اكتب هو ايه رايكم لو نقول بقى تقريبا الحل بتاعي يبقى بالشكل التالي فعلا هكتب الكلام ده الو الاتش ال بير باول عنوان 8851 والو الدي اي بير بالعنوان اللي عايز ارجع عليه التاني 8871X وايه رايكم هستخدم كاونتر هو يعني كنترول الفور لوب بتاعي هو اللي يكون هستخدم ريجستر سي ها اقول له لود سي وزيرو زيرو اكس عامل زي ما انت كنت بتكتب الفور اي ايكوال زيرو اللي فاتت هي دي النقطه اللي فاتت حط لي السي بتساوي الصفر ها وبعدين هبدا بقى انفذ الخطوات الاربعه اللي انت شايفه دول كده شوف معايا هكتب لود ايه و اتش ال بين قوسين فالاتش ال ده اول من اول مكان عنوان اول مكان فبالتالي هتجيلي اول قيمه اكس 1 وهنقلها الى المكان الثاني باستخدام الدي اي بير وهانكريمنت الاتش ال علشان ترفلكت المكان الثاني وهانكريمنت الدي اي علشان برضه ترفلكت المكان الثاني في الجروب في البلوك الثاني خلينا شايف انا بكتب الاتش ال هنا بين قوسين لانه حطيت الكوسين يبقى معناها انكريمنت محتويات مكان الذاكره لكن انا عايز انكريمنت محتوى الاتش ال ها وبعدين شايف معايا هبدا هنا انكريمنت السي مش انا خلاص نقلت اول قيمه ها يبقى انكريمنت السي دلوقتي لو بص على السي بعد ديت الاقي في 1 يعني معناها عملت العمليه مره واحده طيب عايز بقى ارجع تاني اعمل عمليه تاني بس عايز الاول قبل ما ارجع تاني عايز اتشيك السي هي السي فيها كام؟ عشان لو لقيت السي بقى فيها 15 ما ارجعش ها؟ بتنفذه فعشان اتشيك السي شوف معايا كده اقول واقعد لود سي وايه؟ خد السي وديه لايه؟ ها؟ وهكتب كومبير 15 يعني 0 اف اكس ايه بقى اللي انا عملته دلوقتي؟ خدت تمت السي اللي هي بترفلكت عدد المرات اللي عملت بيهم دول وخدتها ونقلتها للايه؟ وعملت كومبير بينها وبين ال 15 اللي انا مش عايز اعمل دول 15 مره فلو دلوقتي السي كان فيه 1 فدلوقتي انا هاخد ال
ده هطرح منه زيرو اف صح ولا غلط؟ القنبله تعمل كده هتاخد المحتوى ليه تطرح منه القيمه اللي مرضاها في الانستراكشن فالنتيجه هتبقى ايه؟ سالب او النتيجه هتبقى ليست صفر صح ولا غلط؟ النتيجه ليست صفر فشايف معايا انا بعد دي على طول هقول له جامب نوت زيرو لو النتيجه اللي فوق ديت ليست صفر جامب الى شوف معايا بقى انك كانت الجمله هي ترجع لها تاني مش هكتب دي دلوقتي انا كتبت جمله هي بقول لك ايه اسمبل ذا بروجرام ستارتنج ادرس كاب يعني معناه تخيل ان لما هنترجم البرنامج ده الى ماشين لانجوج هيوضع في الميموري ابتداء من المكان ده هيوضع في الميموري ابتداء من المكان ده مش هيوضع ابتداء من المكان صفر هيوضع ابتداء من المكان ده هو بيقول لي كده فبالتالي لو هي لو هيوضع في ابتداء من المكان ده يبقى الانستراكشن دي هتاخد كام بايت دي اول انستراكشن في البرنامج بتاعي يبقى اول ما اول بايت فيها هيوضع في المكان ده دي هتاخد كام بايت في الميموري ثلاثة الديوريشن كود هياخد بايت والعنوان ده هياخد 2 بايتس يعني دي هتوضع في في المكان اللي هو 8001 هكس و 8002 هكس و 8003 هكس هتشغل ثلاث اماكن دول ها خلي بالك ثلاث اماكن دول في الميموري ها فوق اللي احنا شغالين فيهم دول ده انا هفهم 8001 يعني فوق ها هفهم البرنامج فوق خالص في الميموري او فوق شويه فدي هتشغل ثلاث اماكن اللي بعدها هتشغل كم مكان؟ ثلاثه ايضا يبقى هتبدا هتشغل المكان 8004 اكس و 8005 اكس و 8006 اكس اللي بعدها هتشغل كم مكان؟ اثنين اتس ا 2 بايت انستراكشن يبقى هتشغل المكان 8007 اكس و 8008 اكس اللي بعدها ده سيمبل بايت انستراكشن يبقى هتوضع في المكان ها 009 اكس اللي بعدها ايضا سنجل بايت انستراكشن ما فيهاش عناوين ولا داتا يبقى هتشغل المكان 800 ها 8 اكس ها اللي بعدها سنجل بايت برضه يبقى هتاخد 800 بي اكس واللي بعدها 800 سي اكس واللي بعدها برضه 800 دي اكس ها واللي بعدها سنجل بايت انستراكشن هتاخد 8 ها 00 انا عايز احط نقطتين كده بس عشان اقول لك بتاعي ولا واللي بعدها كده 8 00 اي اكس واللي بعدها دي هتاخد 2 بايتس دي 2 بايت انستراكشن هتاخد 8 00 اف اكس و 8 0 1 0 اكس ماشي انا حكيتها كانت اف يعني 15 بعدها 16 16 كده كده. عظيم تعالى بقى انا بقول لك دلوقتي لما هنعمل كوبيل انستراكشن وكان السي لسه في واحد ده احنا عملنا بس مره واحده فهتيجي تطرح هتبقى النتيجه ليست صفر صح ولا غلط؟ فانا هقول له جامب نوت زيرو النتيجه ليست صفر يبقى زيرو فلات في ايه؟ في صفر ما النتيجه ليست صفر ده هو هيبقى في 1 والنتيجه في صفر طب دلوقتي ده لسه عاملين السي 1 فهنيجي نطرح النتيجه هتبقى ليست صفر انا بقول له جامب نوت زيرو يعني معناها جامب لو زيرو في لابس صفر او جامب لو الاريثماتيك اوبريشن اللي يا دوبك لسه معموله نتيجتها ليست صفر ارجع تاني جامب الى مين بقى عايز يرجع فين؟ يرجع الى هنا يرجع لهنا علشان يروح يجيب القيمه الثانيه خلاص؟ ما انا عملت انكريمنت لكل واحد من دول وبالتالي بقى اصلا بيبص كل واحد بيبص على المكان الثاني دلوقتي خلاص؟ فانا شايف اقول له ارجع للمكان الانستراكشن كان ايه؟ يعني ارجع للعنوان الايه بقى؟ ها؟ ارجع الى 8009 اكس. يعني ان شاء الله بقول له لما تخلص الانستراكشن دي ابقى روح هات الانستراكشن الثانيه من المكان اللي عنوانه هذا. ها؟ فدي من المكان اللي يعني معناها حمل البروجرام كاونتر بالقيمه. حمل البروجرام كاونتر بالقيمه، الانستراكشن دي وظيفتها. هتحمل البروجرام كاونتر بالقيمه دي اصدق جهاز من الكونديشن الحر. فهتحمل له القيمه دي يعني هيجي بقى المايكرو ستوريج يجيب ميكس انستراكشن هياخد المحتويات كلها ويطلعها على الادرس بس وممكن ريكويست ويروح يجيب الانستراكشن الموجوده في المكان اللي هي يعني يجيب تاب ايه ويبني الانترفيس ويكمل خلاص بقى هيمشي ان سيكونس خلاص هيكمل
بيزود السي واحد يبقى اصبح السي دي اتنين، تمام؟ ويجي ينفذ الطرح هيلاقي لسه النتيجه ليست صفر، تمام؟ يبقى بقول له لو النتيجه السابقه ليست صفر او لو الزيرو فلان بصفر ارجع تاني، يعني حمل المركب وانت بالقيمه الاقل فيرجع تاني وينكريمنت ويكمل تمام الى ان تصل السي بقى 15. لما تصل بقى السي هو لما تصل السي 15 بقى يبقى عملنا لهم كم مره؟ عملنا لهم 15 مره، يبقى اكيد بقى ان 15 تاني بتاعتها صح ولا لا؟ فلما يبقى فيها 15 هنلاقيها للايه واقول له كومبير هتبقى النتيجه بصفر. النتيجه بصفر يعني سيرو فلاج، وانا هنا بقول له ارجع لو سيرو فلاج بصفر فهيلاقي سيرو فلاج وقال مش هيبقى خلاص مش هيروح تاني تاني، تمام؟ ويبقى نفذ ال 15 مره. طب عايز ايه؟ المهاره. توقف خلاص خلصنا اللي احنا عايزينه. الاستراكشر دي تو واي الاستراكشر اللي انت ليها بتكب باي دي هتبقى 3 واي الاستراكشر لوكيشن كله دي معناها هتبقى ان مكان ايه 8011 و8012x و8013x ودي بتبقى سيمبل باي الاستراكشر اللي هتاخد 8014x. هذا معنى السيمبل البرنامج بتاعك ابتداء من المكان ده. هو كان بيقول لي ليه بقى السمبل هتعرف ايه؟ عشان نعرف عنوان المكان ده، هو بيقول لي خلي بالك انا هعمل السمبل في البرنامج بتاعك ده ابتداء من المكان 8001، تمام؟ علشان بقى اقدر لما ادخل البرنامج بتاعي ابقى عارف عنوان كل الاستراكشر، وان شاء الله لما ادخل اخر الجامب الاستراكشر بتاعتي اقدر اقول لها اروح فين؟ اقدر اديها عنوان للاستراكشر اللي عايز يرجع ليها وينفذها، خلاص؟ وبكده نبقى اول شفنا فايده الكونفير وفايده الجامب، ها؟ استخدمنا اول احد الجامب انستراكشرز واستخدمنا الكونفير انستراكشر. طبعا زي ما قلت لكم دايما وابدا ممكن تكتب البرنامج بسيفرال ويز، ها؟ ف هنكتبه بطريقه ثانيه ربما ما يبقاش فيها الكونفير انستراكشر بس عشان اوريك ممكن يتكتب بطريقه ثانيه برضه ما زال. ولكن قبل كمان ما اروح للطريقه الثانيه دي لو احنا هنكتب برنامج طويل عريض فعلا وبيحتوي بالاخر الانستراكشنز وربما كمان في بعض الاحيان لما بكتب البرنامج ببقى عارف هو هيوضح فين في الموقع اللي هيبقى عارف هو الكومبايلر لما الكومبايلر بيكومبايل البرنامج ده ويحوله للماشين لانجوج واقول له ران البرنامج ده فبيبدا يشوف فين الاماكن الفاضيه في الميموري والمفروض ينتقل البرنامج بتاعت الاماكن الفاضيه وبعدين يبدا يوجه جزء البروجرام كاونتر على انه يشيل اول انستراكشن عند البرنامج ويقول له خلاص يلا اتفق على نفذ رن يبقى يبدا ينفذه ابتداء من اول انستراكشن لان خلاص ضبط البروجرام كاونتر يلوك على اول انستراكشن. لكن ان جنرال موست اوف ذا كيسز واحنا بنكتب برنامج واحنا قاعدين في البيت واحنا قاعدين قدام الكمبيوتر العمر عارف البرنامج ده هيوضع فين في الموقع. فالناس بتوع اللانجوجز فور الاحكام يريحون قالوا لنا مش مهم انك لازم تبقى عارف عناوين الانستراكشنز بتاعتك تبقى فين في الموري يبقى اكتب لنا ليبل عند الانستراكشن اللي عايز تبقى ترجع اليها وحط الليبل ده قدام الجامب اللي هترجعك اليه خلاص زي ما كنت بتكتب زي ما بقول لك اكتب مش عارف جوردو وتديها ليبل وتكتب الليبل عند المكان اللي عايز تروح اليه فبرضه بالنسبه انا ممكن بقى بدل ما اعرف العناوين ولا حق مش لازم اعرف العناوين ها هشيل دول انت هتكتب انت من جديد هشيل دول ها وهشيل دول وهكتب البرنامج كده لو انا مش عايز اكتب عناوين ولا اعرف عناوين خالص وهشيل ديت وهكتب اللي هو نيكست هكتب ليه ادي ليه ها ممكن اكتب احمد يعني واكتب هنا نيكست اهو فبالتالي انا بقول للكومبايلر بقول له خلاص انا عايزه يبقى اشوف البرنامج ده يتحط فين وعايزه تبقى تكتب العنوان المطلوب بالجامب عنوان الانستراكشن دي لان انا كاتب له نفس الليبل قدام الانستراكشن دي فخلاص هو بقى لما هياخد البرنامج ده ويقدمه للماشين لانجوج ويعرف هو هيبدا يضعه من اول المكان كام هيبدا يروح النكست اللي انا كنت بديها له ديت وحط عنوان الانستراكشن زي ما كنت عامل كده انا بصيت رجعت تاني انا قلت اه انا بادئ عنوان الكلام الاول كده يبقى العنوان ديت كده وكده يبقى العنوان ده كده هو الحكايه دي بدالي
تيبلز قدام الانستراكشنز اللي عايز ترجع ليها، ودرجن الانستراكشن انا هعرف وهفهم وهعمل المطلوب يعني خلاص. كده ممكن نكتب بشكل هكذا، وانا ما قلتلكش قسم البرنامج من كذا او يعني مش ذات اللي اعرف اماكن الممرز اللي هنضع فيها البرنامج بتاعنا، ونستخدم ليبلز rather than addresses. بس انا عايزك تبقى عارف ان ده عنوان، ها؟ ده كلمه نكست بس فاكرها كده وقت كلمه فعل عنوان. لما ان شاء الله تترجم للمشين لانج نشيل ابوك، هنريموف الكلمه هذه ونضع العنوان الفعلي اللي احنا كنا كاتبينه دلوقتي. خلاص؟ كويس. هكتب الاستراكشر دي بدل ما استخدم الكومبير ربما استخدم الديكريمنت الاستراكشر. هشوف معايا كده. لما هواجه بس تغيير بسيط. ايه رايك هكتب بدل ما هقفل ان السي بزيروس هقفلت باف زيرو اف اكس، ها؟ هتكتب انت من جديد، ها؟ او وات ايفر واي بقى، ها؟ هكتب كده، هكتب وبدل ما كنت هكتب هنا انكريمنت هكتب ديكريمنت. يبقى كل مره كل ما انت قيمه هقلل السي بواحد هديكريمنت السي، ها؟ وزي ما قلت لكم هذه الاستراكشر الديكريمنت دي بتاثر على الفلاكس لانها عمليه حسابيه. فان شاء الله احنا هنسيبه يرجع تاني في اللوب ده طول ما السي ليس بصفر، ولكن لما السي بقى بصفر مش عايزه يرجع، لان انا بادئ السي ب 50 خلاص؟ فان شاء الله كل مره كل اللي عملناها هيديكريمنت السي بواحد. لما الاقي السي بقى فيه صفر يبقى ان شاء الله هيبقى ده. فانا هكتب بدل ما كنت شايف هكتب دول، انا هشيل دول وهكتب ورا ديكريمنت الجامب انستراكشن دي. فانا بقول له ها، بس هقول له جامب ايه؟ تمام جامب نوت زيرو. طول بقول له طول ما السي ليس صفر او النتيجه بتاعت العمليه دي ليست صفر ارجع تاني، لكن ان شاء الله لما تلاقي النتيجه دي صفر ما ترجعش. فانا بقول له كده نوت زيرو جامب نوت زيرو يعني معناها جامب if the previous arithmetic operation الريزلت بتاعتها ليس زيرو. والارثمتيك اوبريشن هي جاست فور جامب اهي. خلاص؟ فانا بقول له طول ما العمليه الحسابيه التي تسقط الجامب هذه نتيجتها ليست صفر ارجع تاني، لكن ان شاء الله لما تلاقيها صفر دونت ريتيرن ده وبرضه هاو كانت زيس فور. خلاص كده؟
هيكمل، فأنا عايز يعمل بالتحديد لو في كلام عايز يحط صفر في
نفسي مكان الجمهوري هذا. فانا جاي بعد الاستراكشن دي ولقيته، لو لقيته مش هيجمب وهيكمل اقول له خد صفر حطه في الايه، وبالتالي خد الايه وديه في المكان ده وهرب. يبقى هنا هياخد الصفر اللي حاططه في الايه يجرب في المكان اللي عمل كليرنج للمكان، صح ولا لا؟ يبقى دول كده ان شاء الله ينفذوا المطلوب، ان لو مفيش كلام هياخد هيروح للديت مباشره، فيروح للديت ياخد الايه اللي هو في نادي عمليه الجمع ويحطه في المكان ده. اما لو في كلام مش هيجمب هيكمل عادي خالص، خدته لما خليته يكمل تروح حط له صفر في الايه وخد الصفر ده وديه في المكان ده اللي عمل كليرنج. يبقى لو اي من الحاجتين هينفذ المطلوب، مفيش كلام يبقى هيتنقل لهنا وياخد الايه وديه. لو في كلام يبقى هيكمل وياخد صفر يحط في الابريك وياخد الصفر ده خلاص، ونبقى نفذنا المطلوب خلاص. هو بيقول لي بقى بيقول لي يعني بدل ما تكتب ال1 هو ايه اللي هو تقسم للبرنامج ستارتنج ادرس هذا. فانا عايزك بس تتعدي الحكايه دي، هو لو بعمل كده خلاص مش هكتب الليبل بقى، انا هكتب عناوين واعرف العنوان بالضبط ايه واكتبه. ها فهو بيقول لي قسم الستارتنج دي هتاخد كومبايل دبي، يبقى هتاخد 2001 اكس و2002 اكس، هو ايه الابتداء منها؟ ودي برضه هتاخد 2 بايت، يبقى هتاخد 2003 اكس و2004 اكس، ودي هتاخد سنجل بايت يبقى 2005 اكس، ودي ايضا سنجل بايت دي كام؟ 3 بايتس. دي 3 بايتس الاوبريشن كله هياخد بايت في العنوان هياخد 2 بايتس، يبقى 3 بايت انستراكشن، يبقى هتاخد 2007 اكس و2000 8 اكس و2009 اكس. ها؟ ودي هتاخد كومبايل نيم، يبقى هتشغل المكان 200A اكس و200B اكس. ودي هتاخد كومبايل تاخد ثلاثة اوبريشن كود وعنوان هياخد 2 بايتس، يبقى هتاخد ها؟ ده انت كده في الاكس اختصارا لما دي البيت. ها ده
ايه نمبر اكتب هنا وده ايه نمبر اكتب مثلا عشان اختصر الوقت ها الكتابه بدل كده ها الانستراكشن الثانيه لود سي ورقم هيبقى عنوانها 0 اي اكس هحط عليها 0 اي اكس وهيكتب وراها الاي سيل نعم قلت ايه؟ بعد لود اي زيرو لود اي زيرو لا هحمل الزيرو ده من العنوان ده مش جامب يا ابني خلاص هو هي مش هو قلت له جامب ما انا هنا بقول له جامب لو كان في الصفر بقول له سيبني هيروح لي مش هو هيروح اهو يبقى هيروح لي لو كان الكاري لو فيه الكاري هيحط بقى مش هيجاوب يبقى هيحط صفر هنا ويكمل اللي بعدها معايا ماشي خلاص مش كده ما قدرش جاوب يبقى هياخد دي ولا دي تانيه خلاص ما احنا اتفقنا عليه لو لو كاري لو فيه كاري انتقل الى هنا طب لو مفيش كاري انت هتكمل فاكيد هتحط في ايه صفر وكمل بقى هيكون الصفر والدين خلاص ها الانستراكشن اللي انا بديها دوت اي وسي اي وسي الاوبريشن كود بتاع الاي دوت اي وسي 79 اكس على حد اللي انا فاكره قدامي ودي هتاخد سنجل بايت يعني هتاخد المكان هذا ها الانستراكشن اللي بعدها سنجل بايت ودي هتبقى 80 اكس ودي تشمل المكان 2006 زي ما احنا كاتبين الانستراكشن اللي بعدها هتبقى 3 بايت ها 3 بايت اهو 2007 الى المايكرو بروسيسور والمايكرو بروسيسور المتوسط ايه الديفايسز ها ازاي نجيب
data من input device إلى microprocessor أو نأخذ data من microprocessor نوديها إلى input device أو نوديها نشوف النتائج نشوف اللي بيعملوا إيه ها فإزاي أديله data من input device وإزاي أخذ منه data أوديها إلى output device فدي برضه هتبقى مسألة data transfer instruction بس متعلقة بالتعامل مع input أو input devices اللي إحنا اتعلمناها إزاي نعمل data transfer instruction من الميموري للريجستر العكس لكن ما علمناش ازاي ننقل من انبوت ديفايس الى احد ريجسترز داخل المايكروبروسيسور او ازاي ننقل من احد ريجسترز داخل المايكروبروسيسور الى انبوت ديفايس الى الاوتبوت ديفايس فهنكتب دول بسرعه لا يبقى